انا شايفه ان السيستم هنا بتاع راي تو دريم وتوتا ونادي توت عنخ امون الحقيقه بيدينا امل انه يعني في منظومه مختلفه، في حاجه مختلفه. هل تفتكر ان احنا نقدر نطبق ده في الكره المصريه علشان يعني نستفيد منه في الكره المصريه والحال يبقى احسن؟ انا عامه بشوف ان مصر كبلد فيها كل المقومات ان احنا نكون بلد ناجحه في كره القدم. يعني احنا عندنا حاجات كتيره في بلاد يعني بتبقى بتحاول تخلقها وهي مش موجوده. يعني احنا كناحيه المواهب وعدد الناس اللي بتلعب كوره عندنا مواهب كتيره وعندنا يعني قاعده كبيره من الناس بتلعب كره قدم. من ناحيه الاعلام عندنا اهتمام اعلام كره القدم، من ناحيه الجمهور الشعب كله بيبقى مهتم بالكوره. من ناحية التاريخ احنا تاريخيا سواء على مستوى الأندية او على مستوى المنتخب عندنا تاريخ كبير في الكورة، حتى على الموارد يعني كأندية كملاعب كفلوس بتتصرف في الكورة ده كله موجود. اعتقد احنا بس مشكلتنا ممكن تكون ان الحاجات دي بتتوظف غلط او مفيش بلان، يعني مفيش خطة نشوف احنا فين دلوقتي وعايزين نبقى فين وعشان نوصل للحتة دي ايه الخطوات اللي لازم ناخدها عشان نوصل لها. اعتقد يعني احنا لو قدرنا نستغل الحاجات اللي عندنا بطريقة احسن من كده لا هنقدر نطور في الكرة ونبقى في مكان احسن من كده بكتير. وان شاء الله ده يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله على مستوى النادي، ان احنا بنحاول نستغل كل الحاجات اللي موجودة في مصر وبنحاول نحط لها بلان. فاحنا اول ما استحوذنا على النادي فكرنا طب احنا عايزين نوصل لايه من النادي ده، فعشان عندنا هدف قدام يعني احنا عارفين احنا فين دلوقتي عارفين احنا عايزين نوصل لايه فعارفين نحط البلان وكل الخطوات اللي محتاجينها عشان نوصل للنقطه دي. فده بيسهل لنا بقى يعني الشغل بعد كده. انت اي قرار بتاخديه واي خطوه بتاخديها انت بتاخديها على اساس حاجه معينه عايز توصل لها، سواء بقى بتختاري جهاز فني بتختاري لعيبه بتختاري مكان هتمرني فيه كل حاجه. يعني كل حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه طالما خلاص في بلان محطوط كل القرارات بعد كده بتتسهل عشان بتكوني عارفه انت بتاخدي القرار ده على اساس ايه. طب انا ليه اختار لعيب سنه صغير في المركز ده ومش لعيب سنه كبير؟ ليه هجيب جهاز فني بالمواصفات دي مش المواصفات دي؟ كل حاجه بعد كده بتتسهل. فاحنا ان شاء الله يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله على مستوى النادي وان شاء الله ده ياثر برضو على يعني الكره المصريه بشكل عام. يعني بعد كده يعني اللي احنا شفناه النهارده الحقيقه بتدونا امل انه يعني في تطور ان شاء الله يحصل في الكره المصريه، ان احنا شفنا هنا سيستم، شفنا كل واحد بيشتغل في حاجه هو فاهمها، شفنا ان ما حدش بيجي على شغل حد، انه عندكم كمان اللي بيشتغل صح هو اللي بيكمل، اللي هيدلع هيمشي، حتى الولاد نفسهم حتى في اللعيبه واللعيبات ما بتختاروش غير الرجل الصح في المكان الصح والسيده الصح في المكان الصح. يعني فنتمنى ان انتوا تلهموا يعني الكره المصريه اكتر ونشوف تغيير الحقيقه يعني ان شاء الله.